طيب عاوزين نعرف من حضرتك أهم 5 إصدارات إلكترونية كان عليهم إقبال من الشباب في 2023. طيب لو اتكلمنا عن الاعمال اللي صدرت الكترونيا فهنا ممكن نتكلم عن نقطتين، ان في بعض الاعمال بتصدر الكترونيا فقط، وفي بعض الاعمال بتصدر الكترونيا قبل ما بتصدر ورقيا، وفي اعمال عاديه جدا نزلت ورقي ونزلت الكتروني في نفس الوقت. فلو هتكلم مثلا عن الاعمال اللي صدرت الكترونيا فقط او بتصدر الكترونيا قبل ما تصدر ورقي، فعندنا مثلا سلسله لاشين للكاتبه شيرين هنائي، ودي سلسله نوفلات صغيره باعداد حاجه كده شبه ما وراء الطبيعه ولكن منفصل عنها تماما، لكن منبثقه من نفس العالم. دي بتصدر الكترونيا وبتصدر كمان على المنصات قبل ما تنزل ورقي. في كمان نقدر نقول في كتاب من الكتب اللي كانت صدرت ورقيا وكمان موجوده الكترونيا ومرشحه الجائزه دلوقتي، الجائزه العربيه للبوكر لعام 2024، روايه مقامره على شرف الليدي ميتسي من دار داون، هي حتى معايا النسخه الورقيه بتاعتها. جميل. دي برضو موجوده. في كمان نقدر نقول قارئ الجثث، دي كتاب مترجم لسيدني سميث، قارئ الجثث سيدني سميث، ده من ترجمة الكاتب مصطفى عبيده من إصدار الدولة المصرية اللبنانية، ده برضه متاح إلكتروني ومتاح ورقي. ماشي. وطبعا الأعمال بتاعت أستاذ أشرف العشماوي، المستشار أشرف العشماوي، وأستاذ هشام الخشن، سرعة قصوى صفر، وكمان نعومي وأخواتها، الأعمال كتيرة جدا. يعني احنا لو حبينا إن احنا نتكلم لا هنعدي الـ5 أعمال بكتير، هنضرب أوكي. الرقم ده في 10 مثلا.